عليكم. هذا انا واحد دري بحمام ساكن دري طيبين دري نقيين مزيانين خلقوا معنا وتربانا في الحومه ما كنعرفوهم الا من الخير. وهادشي قدر الله وما شاء فعل والله يرحم الجميع والله اغفر لهم جميع المسلمين. دري ما فيهم لا ما هم مبنيين شي حاجه ما دري نقيين كيخدموا على راسهم دري خلقوا تربوا معنا في الحومه. قدر الله وما شاء فعل هادشي مكتب في راس مساكن شكون عايز يتكلم دابا؟ عادل اش كتعرف؟ عادل ما كنعرف ليه الخير خلق وتربى معنا في الحومه ما كنعرف ليه حتى شي حاجه الا الخير. ولد ترانكيل دريوش ما فيه حتى شي حاجه كيخدم على راسه اللي قدر الله في راسه هو هذا. يعني بقى فيكم يعني بقاو فينا كاملين قطعونا في قلب الجيران ديالنا ماشي بعيدين علينا. وهاد الدراري اللي ماتوا كاملين الدراري نقيين ما هو مصلاقط ما هو مولو كيخدموا على راسهم وظريفين مساكن يخدموا على وليداتهم وعلى والديهم ما كنعرفهم لا الخير مساكن لا عادي ولا محمد ولا ولا كاملين بهم الجيران ديالهم اللي سقفين معاد. ضروف الخير اخر الله يحسن العون الوالدين ديالهم اللي مات واللي توفى. الله يحسن العون اخي قدر الله وما شاء فعل الشيء هذه بلا ما نبقاو نهضروا الدوله بنادم معمل المعمل راه كيخدم مع عباد الله كيجي حسن هنايا بوفري وكيدي الدراري يخدموا معاه قسما بالله ماشي كيدي الناس من هنا من الحومه البنات يخدموا معاه ولد الناس الله عمره صلى بلا ما نبقاو نهضروا الطان سري ما كتجبر اي واحد عنده قهوه ولا كذا كتجبر سريه هذا المعمل كيخدم معاه ولاد الناس واش فهمتيني يا خاي لا الله هو دار الله يحسن له قدر الله وما شاء فعل الله يرحمنا وتشهد الله تشهد الله الحمد لله الله يصبر العائله ديالو وخوته بقى فينا اخي والله اخي اش غنقول لك لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم قال لك شي هضره في الطبيب بوبري اخي الله يحسن له والله يحسن له انت بيدك وانت فهمتيني سمعتيني تينا بيدك وتكون راه تصدم احنا وتصدمنا خليه ها كيخدم الشباب ديال الحياه الدراري كيحسنوا هنايا كيقول لهم اجي تخدموا معاه ولد الناس اخي ما كاين لا سري ولا فطومي ولا لا ما بقاو بالبلبله راه ما صالحاش فهمتيني الدوله قدر الله وما شاء فعل هادشي ظل الله واش غندبزوا مع الله عز وجل ولا هادشي ظل الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم هادشي اللي غنقول لك اخي الوالدين ديالو اخوان هادشي اللي غادي باقي في الحياه صاحب المعمل كتعرف كنعرفو انسان طيب مزيان ما عندنا نقول على مسكين الله يشافي وشوف من الحال يعني تصدمتوا اللي سمعتوا هذا الشيء ضروري الله يحسن العون كتجي ماشي سهله الصراحه ايوا ايوا اش غنقول لك هادي حتى الناس الحومه ديالكم كانوا خدامين معاكم الدراري الحومه تينا كتعرف الناس الحومه خدامين مع بعضيتهم وكاملين مساكن دراويش والله يرحم اللي ماتوا الله يصبر العائله ديالهم والوالدين ديالهم هادشي اللي غنقول عادي صراحة عبد الله واحد السيد الله عمره سلعة يعني الأخلاق ديالو يعني ماشي شي واحد اللي عاد تقول من ديك النوع اللي يعني واحد السيد أحسن واحد في الحومة يعني ما كايناش معاه صعوبة العائل متواضع وهاد الفاجعة اللي وقعت ما بغي والو شي والوالدين الدراري ديالنا راه هما كاملين خوتنا ماشي زعما تقول شي وحدين اللي ماشي والله يصبر والديهم والله يفك الفاجعة على خير وبخير لا هو باقي والله يطول له في العمر ديالو تيخرج يقابل هاد الناس هادو ويواجههم يعني صراحه عبد الله هادشي هذا صدمه الناس الحومه وصدمه الوالدين ديالو صدمه لينا كاملين بينا ماشي غير العادي لولا الناس اللي كيقولوا عاوتاني باللي راه هو هرب ولا شي حاجه هو ما هرب لا والو السيد وقع قال لك 60 ثانيه كان الما فاض عليهم ما عنده فيها يهرب يعني واحد الحاله اللي باشعه بزاف يعني بلا ما يبقاو يقولوا هو قتل ولا هو السابع ولا هو عربان سيد راه في الخاطر دابا يعني يدعيو معاه شي دعوه اللي صالحه ومزيانه والله يصبر والدي الصراحه هادشي اللي كنقول لك ماشي قبل الكاميرا ولا شي حاجه راه عمرنا يعني شفنا عليه شي حاجه خايبه ولا عمرنا يعني بحال الانسان اللي متواضع بزاف متواضع في الحومه بزاف يعني التواضع ديالو ماشي زعما تقول لشي واحد مع انطازه ولا عنده الفلوس ولا هادي كيحسب راسه بحاله بحال اي واحد في الحومه وهادي مخدم الناس الحومه ديالنا وكيتعامل مع الدراري الحومه شي واحد ما خدامش كيدا يخدم يعني ما كايناش صعوبه في هادشي هذا كيتعامل مع كلشي والله يصبرهم مساكن وتعازي الناس الحومه ديالنا والله يصبر والديهم المغاربه ديالنا تينا كتعرف على الهضره ما تحكمش على بنادم تينا ما كتعرف عليه والو هادشي اللي كاين يعني السيد عنده الواجبات ديالو عنده المسائل ديالو بنادم بلا ما يبقى خارج ديك الاشاعات وداك هو عمل هو هادي هو ما عملش يعني داكشي كيبقى مكاسب ضل الله شحال من واحد عي ماشي في الطريق كيصدح صباح ميز يعني
الله يصبر الوالدين ديالهم وصافي هادشي اللي كاين.